أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. وصلت أول دفعة من الحافلات التي تقل الخارجين من بلدتي كفرية والفوعة إلى منطقة الراموسة جنوب حلب السورية. يأتي هذا بعد التفجير الدامي الذي استهدف تجمعا للحافلات التابعة لأهالي مدينتي كفرية والفوعة في حلب، وراح ضحيته 100 قتيل وأكثر من 500 جريح معظمهم من المدنيين. وطالبت المعارضة السورية على الفور بحماية المهجرين كافة ضمن اتفاق البلدات الأربع. أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية بأن 9 عناصر من تنظيم داعش قتلوا بقصف جوي للتحالف الدولي غرب المحافظة. وقال المصدر أن القصف جاء تمهيدا لعمليات عسكرية تستعد لها القوات الأمنية العراقية والعشائر بدعم من التحالف الدولي وطيران القوة الجوية العراقية لتحرير مدن غرب الأنبار من احتلال داعش. يستعد الكونغرس الأمريكي لتعديل قانون حظر تمويل حزب الله الذي أصدره عام 2015، وتوسع التعديلات قائمة الكيانات التي قد تواجه عقوبات بسبب تقديم الدعم لميليشيا حزب الله بحيث تصل إلى حلفائه السياسيين. وسيتم أيضا إدراج أسماء أشخاص من حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري. أغلق في طهران باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وبلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم أكثر من 1600 شخص. وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميا أوراق ترشحه لولاية ثانية، وكان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قد انضم هو الآخر إلى قائمة المترشحين. ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور القائمة الرسمية للمتنافسين المؤهلين نهاية الشهر الجاري. منيت التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بالفشل بعد يوم واحد من تحذير الولايات المتحدة من أنها لن تشيح بوجهها بعيدا عن المواجهة مع بيونغ يانغ. وقال الجيش الأمريكي أن صاروخا باليستيا قد انفجر في غضون ثوان من إطلاقه من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. تجاوز نادي برشلونة هزيمته في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، وفاز على ضيفه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني 3-2 في مواجهة جاءت أهدافها 5 في الشوط الأول. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد فريقه لحسم المباراة بتوقيعه لهدفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.